السلام عليكم. المليس الباشير دور بني فطر. انا وقع لي واقعه مع المراه نهار واحد واحد، عيط عليا خالها قال لك خصو 3000 درهم ما وصلاتوش. نهار خمسه فواحد تفاجات بالجدرميه جا وقالوا لي غادي نديو هاد المراه. قلت لهم سيدي ديوها، قال لك امر من عند الوكيل. قلت لهم ديوها. المهم سيدي بقات شهرين قنطت انا، مشيت درت لها المحكمة ديال الأسرة الرجوع وحكمت عليها. تحكمت نهار 15/4، نهار 20/4 مشاو داروا شهادة طبية ما عرفت منين جابوها ما نعرف. نهار 23/6 عندي المحكمة، طلعت المحكمة أخوها كيهددني بالقتل. خصني نعرف علاش هادشي اللي وقع لي، وأنا كنبغي مرتي ترجع للدار ديالها. هذا هو هادشي اللي وقع لي، راه بزاف. السبب هو 3000 درهم، ما كاين حتى شي حاجه. السبب 3000 درهم، والسبب الثاني البنت خطبت لولد اختها، وهذا اخوها باغي يديها يعطي البنت لولد اخته، وولد اخته ما باغيش، باغي بنتي، ولكن انا بحال بنتي بحال بنته. والسلام عليكم ورحمه الله. خويا هادشي كانت اللي كيقولوا لي، قال لك سيدي كانت جوجه جواج عرفي، والسيد كان في امريكا سمح فيها، وانا مات لي المراه وخطبت هاد السيده وجاب لي الشهاده الطبيه بان عزبه وهي كانت مجوجه جواج عرفي بلا كاغط، وانا درت اللازم ديالي الكاغط ديالي سيدي وصبرنا. جات مرت خوها رغبتني واسترنا القضيه، وبقينا سيدي 4 سنين وشهرين عايشين نمر واحد ما كاين حتى شي حاجه. السبب وهو 3000 درهم باش نسلفها لخالها يصلح الطوموبيل ديالو، ولكن ما وصلاتوش. كان عندنا الشتاء ما وصلات، ما عندناش فين، عندنا 8 الكولوميت للقدرون ما كاينش الشتاء، ما فطرتش باش نوصلوا له او ندبر نسلف ونعطيها له. ما عندوش نسلف او هذا. المهم بنادم كيحتاج، وهذا الشيء اللي كاين. ما وصلاتوش مشى عند اختو قال لها جيب بنتك، صافي هذا الشيء اللي كاين. هي كتعيط عليا كتقول لي انا السبب ديالي وهو خالي. هادشي اللي كان هو اللي كيحرض خاي. والسلام عليكم ورحمة الله.